الحكم على مدرب نادي الهلال والنصر السعودي السابق بالسجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر في قضية فساد كبيرة ورشاوي وتهرب ضريبي. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. تعود قضية زوران إلى عدة سنوات ماضية، إذ اتهم بتلقي رشاوي والتهرب من الضرائب والحصول على مبالغ غير شرعية من صفقات لانتقال عدة لاعبين من ضمنهم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، حيث أصدرت المحكمة العليا في كرواتيا اليوم الاثنين حكما نهائيا بالسجن زوران أمامتش المدرب السابق لفريق الهلال والنصر السعودي لمدة 4 سنوات و8 أشهر، وذلك في قضية التهرب الضريبي والفساد. ويشرف زوران حاليا على تدريب فريق دينامو زغروب، وأشارت التقارير الصحفية الكرواتية إلى أن هذا النادي ملزم بإنهاء عقده مع المدرب في غصون 8 أيام. ويشار إلى أن المدرب البالغ من العمر 49 عام بدأ مسيرته التدريبية في 2013 مع دينامو زغروب، ثم أشرف على النصر السعودي في 2016، وبعدها في 2017 انتقل إلى العين الإماراتي، ثم قاد الهلال السعودي في 2019، وبعد إقالته عاد إلى فريقه الكرواتي. تعود هذه القضية إلى سنوات ليشترك فيها عدد كبير من مسؤولي الكرة الكرواتية بعد توجيه اتهامات إليهم بتسهيل عملية انتقال بعض النجوم والحصول على مبالغ مالية غير مشروعة وعمولات لم تسجل في العقود الرسمية. قالت المصادر إن هذه التهم والأحكام لم يواجهها فقط المدرب زوران ماميتش، وإنما أيضا شقيقه رئيس النادي دينامو زغروب السابق.